تعالوا ناخد اول سؤال معانا الاستاذ محمد من القاهره. استاذ محمد الو. السلام عليكم استاذ محمد، اتفضل. ازيك يا استاذ محمد؟ اتفضل. ازيك يا فضيله الشيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك يعني الايه بتقول ان كنت مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. فمن كان منكم حضرتك دلوقتي يعني لو في مرض زي الضغط والانفيزيما اللي في الصدر دي، وبحضرتك لو في مرض زي الضغط وايه انفيزيما انفيزيما في الصدر. طيب يا سيدي، يعني يجوز الفطار بيها ولا؟ سؤال، هو الدكتور قال لك تفطر ولا ما قالكش؟ انا شخصيا تعبان، يعني تعبان فمش قادر، مش قادر تتنفس ومش قادر يعني مش قادر اصوم يعني. لا معلش، مش قادر تتنفس، مش قادر ايه، مش قادر تصوم يعني، انت مش قادر يعني حاسس ان انت هتقع يعني. في ضيق تنفس ومش قادر اصوم يعني. طيب بس اتمنى ان حضرتك توطي التلفزيون تسمعني من التليفون عشان بس اكمل معاك شويه اسئله. ماشي يا بشر. فاذا كنت انت مش قادر وحاسس ان انت مش قادر وفعلا حاسس ان انت هتسقط، مش قادر تمشي، مش قادر تشتغل، فاذا كان ده حالك وانت اصلا عندك تاريخ مرضي واصلا المرض ده بيأثر عليك والاطباء بيقولوا ان هو بيأثر عليك، طب هو السؤال انت عالي ليه ما تستشرش طبيب في الموضوع بتاعك ده ليه؟ هل الطبيب بتاع حضرتك قال لك ما تصومش؟ لا بيقول صوم بس انا مش قادر، كرت تنفس ودي تنفس وقبل حضرتك ومش قادر يعني. لو كان الدكتور بيقول لك ان انت ممكن تصوم وانت فعلا مش قادر تصوم والمرض ده بتاعك بيأثر على حياتك، بيأثر عليك وبيأثر على بيأثر عليك، خلاص انت لو مش قادر خلاص، ولان يعني المرض علي حاجه يا دكتور. عليك ان انت، لو انك انت بتخف والدكتور ما قال لك هتصوم مره تقدر تصوم بعد كده، يبقى هتصوم اعتقدي هذه الايام اعتقديها لما تخف. ما هو الدكتور ما قالكش ان انت مش هتصوم ابدا، الدكتور هو اللي هيقول لك ان انت مش هتقدر تصوم خالص. لكن انت دلوقتي لو فطرت دلوقتي والدكتور قال لك ان انت تقدر تصوم وانت مش قادر، هتفضل وتقضي هذه الايام لان انت مش قادر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. من على طول على طول حضرتك كده؟ لا ما هو دي محتاجه، طبيب يقول لك عليها بقى على طول، دي محتاجه طبيب يقول لك عليها. بس مش عارف معنى كده، معنى اللي انت بتقوله ايه يا حاج؟ يعني ان انت ما بتقدرش خالص، ان انت لو صمت ما تقدرش تتحرك، فده محتاجه طبيب، لازم تروح تستشير طبيب. انا عارف ان ممكن يكون، اسمع بس بص يا حاج محمد، انا عارف ان ممكن ده يكون خناق بينك وبين اولادك وبينك وبين اللي حواليك، بيقول لك لا انت، ليه ما بتصومش؟ فانت بتقول لهم انا مش قادر اصوم لان انا حاسس بنفسي. انت عشان تنتقل من قضيه ان انت مش هتصوم خالص، انت محتاج طبيب، يقول لك ان انت خلاص، انت الصيام ما ينفعلكش، الصيام فيه خطر على صحتك، الخيام فيه خطر على حياتك، ده احنا محتاجين نستشير فيه طبيب. انا مش عارف انت ليه مش عايز تستشير طبيب، لان الطبيب قال لك ان انت تقدر تصوم، انت روح قول له اوصف له حالتك المرضيه وقول له انا مع الصيام كت وكت وكت وكت، وروح استشير اكتر من طبيب. لكن ما ينفعش ان انت من نفسك كده والله انا مش قادر. ما هو ليه طيب؟ لان النفس اماره بالسوء. يبقى احنا لازم نكون متزنين يا حاج محمد، لازم نكون متزنين. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكم على حاجه طول حياتنا غير لما يساعدنا خبير. مساله سهله، واضح يا حاج محمد؟